سيادة النائب جلال عوارة، يعني برضو أنا عارفة أن حضرتك قدمت باستجواب في ضد عشان طيب. الموضوع ده أولا، هو في كام استجواب ومصيرهم إيه؟ وفي الاستجواب حددت مين المسؤول أو مين اللي بتتهمه في فساد المنظومة؟ معلوماتي أن هناك 11 استجواب تم التقدم بيهم، والمجلس فوض هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بتحديد مواعيد مناقشة هذه الاستجوابات. لكن أنا كان لي عدد من الملاحظات على النقاش الذي دار مع زميلي المحترم المهندس ياسر عمر. بداية أنا بتحفظ على كلمة اللجنة متهمة. اللجنة ليست متهمة، ولا يوجد كائن من كان على أرض مصر يستطيع أن يتهم اللجنة، لكن هناك حملة تشكيك مغرضة وممنهجة من أصحاب المصالح، أصحاب المصالح القذرة الفاسدين والمفسدين ومن استفادوا من هذه المنظومة. حضرتك طرحتي على المهندس ياسر عمر مسألة القياس الحقائق أولا، لأن يعني أنا كنت بدون وراء صديقي المحترم. حضرتك قلتي وصلتم إزاي لله؟ إحنا رصدنا حقائق على الأرض، حقائق موثقة بالأرقام. حقيقة زرنا 12 موقع، بعض هذه المواقع قامت باستئجارها الشركة العامة للصوامع، وبعضها الآخر قامت باستئجاره الشركة القابضة، عددهم 12. اللي رصدناه قيمة العجز المفروض ان هم على الورق يكون فيهم 489 ألف طن. اللجنة عندما قاست الكميات لتحديدها وجدت أن هناك نقصان بقيمة 200 ألف طن. ال 200 ألف طن يعملوا تمنهم رقميا الطن ب 2800 جنيه، يطلع الإجمالي 559 مليون فاصل سبعة، حوالي النص، يعني حوالي 560 مليون جنيه. النسبة المئوية للعجز 40%. ارتكبت وزارة التموين، هقول مخالفة، لأن لو قلت جريمة يبقى ده محل النائب العام، فأنا هقول مخالفة. سددت لأصحاب هذه الصوامع مليار و183 مليون جنيه من إجمالي المفروض، يعني على الأرقام الوهمية أن يتسدد لأصحاب الصوامع مليار و393. المتبقي لأصحاب الصوامع والشون ال 12 اللي اللجنة زارتهم 200 مليون جنيه بالظبط، 210 من أجل الدقة، عشان ما يطلعش حد بس من وزاره التموين يقول لك اصل احنا ماسكين اصحاب الصوامع. انا لسه كنت اقول لك مبالغ عندنا صفريه، واحنا لسه في باقي، واحنا مأمنين على الفلوس دي بعد كده. اللي فاضل لهم 210 على الارقام الوهميه يا فندم، على الارقام فكده الوهميه فكده خدوا اكتر مما يستحقوا. خدوا 84%. سددت وزاره التموين 84% من اجمالي المستحق لاصحاب الصوامع والشون طبقا للارقام الوهميه، بحطها ما بين قوسين، واللي دفع مليار نفس الارقام قلت لحضرتك، واللي فاضل لهم 200 مليون جنيه. ملاحظه بس اخيره، وانا هعمل التجربه دي على الهوا مع حضرتك لاول مره اعملها، دي اسطوانه صح؟ اللي تعاقد مع هذه الاسطوانه القطاع الخاص، لا ما هي ورقه وانا بس انا اعملها كده معلش بخبرات بخبرات المهنه بقى كده. لا اصل دي هتقطع معايا بس عشان في استراب. في استراب. طيب اهي دي الاسطوانه. الاسطوانه دي بتاعت مثلا اسف يعني بتاعت ياسر بيه عمر. هتيجي هيئه الصوامع عايزه تاجرها من ياسر بيه عمر عشان تخزن فيها قمح، فياسر بيه عمر بيقول لهم ان هذه الاسطوانه اللي هي الصومعه يعني تاخد 50,000 طن. كلامه كده، انا هاجر منه على اساس انها تاخد 50,000 طن، فهدفع له ايجارها على هذا الاساس. طيب هيئه الصوامع جابت 50,000 طن عبتهم الاول عشان تجرب كلام الراجل ده صح ولا غلط، ولا اعتمدت على قياسات هندسيه نص قطر في الارتطاح نق تربيع؟ سؤال، كيف تعاقدت الصوامع المصريه سواء شركه قابضه او شركه عامه مع اصحاب الصوامع؟ هل قامت بتجربه عمليه وحطت فيها خزنت فيها قمح، ولما تخزن وجي مظبوط قالت له تصدق انت فعلا صومعتك تاخد 50,000 طن، ولا اعتمدت على القياسات الهندسيه وتضمنت العقود المبرمه الرسوم الهندسيه؟ يبقى النهارده ما يجي ويقول لك الرسوم الهندسيه او القياسات الهندسيه يشككوا فيها، لا ده انتوا بقى ايه، مش ضد القواعد الخاصه بالرياضيات، ده انتوا ضد نفسكم. واذا انتم شايفين كده هنعمل لكم استجواب برضه، كيف تعاقدتم بالرسوم الهندسيه؟ وهنقول لكم زي ما انتم بتقولوا، هو انتوا ينفع تتعاقدوا بالمتر؟ انتوا كنتوا تجيبوا بقى ايه اسطول من التريلات تجربه صومعه صومعه تحطوا فيها قمح وبعدين تتعاقدوا.
فكلام فارغ الحقيقة لا يستاهل الرد عليه، هو يعني ايه كلام خائب بمعنى الكلمة. ده بالنسبة لعمل اللجنة او بعض الملاحظات اللي كنت حابب بس اعلق عليها مع ياسر بي. اما عن موضوع الاستجوابات فستكون بها مفاجآت بقى، بنتكلم على التموين، التجارة والصناعة، الزراعة، يعني ايه طبيعة الجهات اللي المفروض الجهات كلها شغالة على الملف في اللجنة ده. لكن المسؤول المباشر اعضاء اللجنة دول هم من كل الوزارات دي؟ اه بس كل واحد له دور بنص القرار وبنص القانون. اه يعني بتاع الرقابة على الصادرات والواردات بيبقى دوره في اللجنة الجودة.